أفضل شركة بروتين، ما في شركة معينة هي تعتبر أفضل شركة البروتين. البروتين هو بروتين في النهاية، خذت من هذه الشركة أو من ذيك الشركة البروتين واحد. هو أهم شغلة تتأكد أن بروتين صافي فقط، ويفضل يكون آيزوليت أو هايدروليزد، ما يكون كونسنتريت. الكونسنتريت يكون شوي ضايق البطن أكثر من نوع ثانية. وإذا شفت المكونات في الخلف، ما يكون في مكونات وايد، حط لك أحماض أمينية حرة، بي سي اي ضايفين بروحة، جلوتامين ضايفين بروحة، كرياتين، ما يكون في ولا شيء غير واي بروتين ايزوليت أو هايدروليز واي بروتين. بس مش مهم الشركة، بس الأفضل إذا تبي تضمن الوضع خذ شركة معروفة، شركة صار لها سنوات في هذا المجال وشركة لها اسمها في السوق، غير ذلك ما راح يفرق. اتمدحت نوع من الأشواغندا وانا رحت طلبته على طول لاني اثق فيك، بالاخير طلعت سيئه وخلتني كسول. المشكله مو في الأشواغندا، المشكله فيك انت. شلون ايش المشكله فيني انا؟ سبق وحذرت بكثره ان الأشواغندا مو للكل، وقلت بعض الاشخاص اذا ياخذ الأشواغندا يحس بتبلد في المشاعر، بدل ما تعطيك الشعور المفروض ان تقلل التوتر وتقلل التعب، بالعكس تعطيك جانب عكسي. فانت ما تنفع لك الأشواغندا، المشكلة مو في الأشواغندا، المشكلة فيك أنت وردة فعل جسمك مع الأشواغندا. لذلك ما في أي نوع راح تأخذه، لذلك لا تأخذه. شنو يعني لود قبل البطولة؟ أتابع ناس كذي يقولون الحين وقت اللود، أظن كذي تنقال ممكن تفيدني. نعم، هذا تسمى بالكاربوهيدراتس لود لودينج أو الكارب لودينج، أو تختار بكلمة اللودينج أو اللود. في كثير من الرياضات يسوونها، لاعبين كمال أجسام يسوونها، لاعبين رياضة التحمل يسوونها، حتى لاعبين كرة القدم يسوونها. وهي الفكرة أنك تأخذ فقط كمية كربوهيدرات عالية جدا قبل يوم البطولة بيوم أو يومين أو ما شابه. الفكرة من أن تعبي مخازن الكربوهيدرات وهي الجلايكوجين في العضلات، حق إياه تعطيك طاقة للرياضات الأدائية أو تعطيك امتلاء للعضلة للرياضات الاستعراضية مثل كمال أجسام. فالفكرة إذا لاعب كمال أجسام يسوي لود، يبي ينفخ العضلة، يخليها مبتروسة، ما يصير فلات. فكل ما ترس العضلة بالكربوهيدرات، دخل كربوهيدرات داخل، دخل سوائل داخل، بالتالي يصير فيها امتلاء. أما لاعبين الرياضات الأدائية عشان تعطيهم قدر على الأداء، لأن في النهاية يأخذ الطاقة من الجلايكوجين المخزن في العضلات. أنا وزني 43 وعمري 27، هل علاقة في تأخير في التأخير في بناء العضلات؟ العمر ما له علاقة، الوزن ما له علاقة، اللي له علاقة أساساً شنو قاعد تسوي أنت حالياً، شنو نظام تغذيتك، هل أنت متأكد 100% قاعد تسوي بنفسك، بس قاعد تحلل بنفسك، هل في أحد وراك قاعد يعطيك الطرق الصحيحة، تمرينك شنو تسوي فيه. فكل هذه الأمور هي راح تعطيك البناء العضلي. دامك كنت حالياً نحيف، معناته تحتاج كمية أكل عالية، تحتاج تمرين قوي عشان فعليا تعطي تحفيز كافي للبناء العضلي. اما راح تمشي على البركه، اللي سمعته، اللي شفته، اللي اعتقده صح، بالتاكيد راح يكون في تاخر في البناء العضلي. اما العمر والوزن ما له علاقه في ذلك حاليا. هل الكرياتين منتج ينصح باستخدامه؟ نعم، الكرياتين مهم جدا لانتاج الطاقه، القوه الانفجاريه، مثل لاعب سرعات، لاعب قفز، لاعب اوزان، واحد يبي يرفع اوزان، هذا كله يعطي طاقه لانه يساعد في انتاج الطاقه عن طريق الكرياتين فوسفيت. ففي النهاية الكرياتين مفيد جدا. هل بيبني عضلات؟ لا، ما راح يبني عضلات. كرياتين في يبني عضلات؟ ما يبني عضلات. كرياتين ما يبني عضلات. كرياتين ممكن يزيد كمية السوائل داخل الخلايا العضلية، فممكن يعطي امتلاء للعضلة، ولكن هل بيبني العضلة بحد ذاته؟ لا. الكرياتين أيضا يساعد في عمل المخ، حتى الكبار في السن أيضا الكرياتين قد يفيدهم. هناك أدلة علمية توضح أن الكرياتين يساعد في القدرة العقلية أو القدرة الذهنية. فالكرياتين مفيد للرياضيين حتى غير الرياضيين، ولكن إذا عندك شخص غير رياضي يبي يأخذه يجب أن يتبع ما يقوله الطبيب. أما الرياضيين يستطيعون مباشرة أخذ الكرياتين بلا أي مشكلة، يأخذ 5 جرام في اليوم كافية جدا، ما يحتاج أكثر من ذلك. وش أفضل جدول للنادي لثلاثة أيام بالأسبوع؟ إذا أنا عندي فقط 3 أيام في الأسبوع، راح أقسم تمريني على نوع من الاثنين من هذه الروتينين. إما راح ألعب فول بادي فول بادي فول بادي، أو راح ألعب أبر لور فول بادي، علوي سفلي فول بادي، أو فول بادي فول بادي فول بادي. هذا أفضل شيء. بتقول ليش ما ألعب بوش بول ليج؟ أنا شخصيا أفضل أن ألعب العضلة مرتين في الأسبوع. فإذا راح ألعب upper lower full body معناته راح العبها مرتين في الاسبوع، اذا راح العب full 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 راح العبها مرتين في الاسبوع. هل ممكن تلعب push pull leg وتستفيد؟ بالتاكيد، ولكن انا شخصيا افضل انه العب العضله مرتين في الاسبوع على الاقل، واوزع حجم التمرين، بالذات حجم التمرين شوي عالي، على يوم مرتين في الاسبوع راح يكون كافي جدا في ذلك. انا اشتركت في دوره الكيتو مو راضي يدخلني، ارجو ساعدني. اي مشكله عندكم مع الاكاديميه، موقع الاكاديميه في خانه واتساب، تدخل عليها مباشره، تضغط بيدخلك على واتساب مباشره، خدمة العملاء راح يخلصون لكم كل المشاكل. إذا ما بحاب تتكلم في الواتساب، عندك
الدارك مسج مال الأكاديمية عربوليكس، أيضا ادخل على الدارك مسج مال عربوليكس. فلا تكلموني أنا ما راح أحل لكم مشكلة مباشرة، ممكن ما أشوف رسائلكم. فأي مشكلة خاصة بعربوليكس تدخل على حساب عربوليكس هذه في الدارك مسج، عندك أي مشكلة في الدورات ادخل على الدارك مسج مال الأكاديمية راح أحل لكم أي مشكلة في هذا الجانب. موفقين إن شاء الله. أقدر أنا أنزل بالكارب مرة واحدة وقت التنشيف ولا لازم تدريجي؟ إذا تتحمل وعادي، بس هل تتحمل أنه من هالكثر مرة واحدة تحت نفسياً أدائياً ولا لا؟ إذا تتحمل تشوف نفسك عادي ما في مشكلة، ولكن إذا تحس أنه لا والله بعرف روحي باتعب تدرج لا بأس في ذلك. مثلاً 100% 75% 50% 25% اللي هو اللي حاب توصله في النهاية. بس قيم نفسك، ممكن شخص يقول لك عادي أنا أكل 500 جرام أروح أكل 50 جرام ما راح، أنا عندي ما عندي مشكلة أتكيف بسرعة. واحد يقول لك لا والله أتعب وايد فراح أتدرج في التنزيل. فقيم نفسك وسو اللي يريحك، في النهاية الحالتين صحيحة. شلون التزم؟ الالتزام كلمة الواحد يقدر يقولها بسهولة، أنا راح التزم، ولكن ما هي إلا كلمة هو قائلها. في النهاية ما راح يسوي شيء إذا ما غيرت عقليتك وتفكيرك تجاه الأمر اللي أنت بيه. في النهاية وين راح توصل؟ ما راح توصل شيء. لذلك مهم أنك تبتدي أول تكون واعي لنفسك، واعي لأفكارك، واعي ليش أنا أصلا ما أقدر التزم، شنو الشيء اللي خليني ما التزم أبتدي وما أكمل، شنو الأمر اللي داخلي أنا. شو ما تعرف الشيء إذا ما كان عندك وعي وإدراك للأمور اللي داخلك، شو راح توصل هذا الوعي؟ لازم تسأل نفسك. زين عطنا المختصر، ما بيصير شيء مختصر. تبي فعليا تكتشف هذا الأمر، أنصحك بقوة تابع حلقتي هذه، أفتح لك أبواب جديدة في مخك وراح تكون واعي في نهاية الحلقة وتعرف ليش أنت ما قاعد تلتزم. شوف هذه الحلقة بتمعن ووعي، 45 دقيقة من وقتك ولكن قد تغير وقت حياتك إلى الأبد. أقدر أخذ كرياتين عمري 17؟ نعم طبعا تقدر. أصلا ترى على فكرة هذا أمر بعض ما يعرف، الأكاديميات الرياضية برا في أوروبا يعطون كرياتين حتى الأطفال، يعني تكلم عن 12 سنة وفوق في الأكاديمية كرة القدم وغيرها. كرياتين ترى آمن حتى على صغار في السن، بس إحنا ما نقول هالكلام في الإعلام لأن بعض بيقوم بيخرطها يعني. و17 عادي تقدر. إيش رأيك في الشيلجت؟ الشيلجت الحديث عنه يطول جدا، إذا حاب فعليا تتعلم ما هو الشيلجت وتأخذ المعلومات الدقيقة وبعد ذلك ما تحتاج تسأل أي سؤال عنه، شوف حلقتي عن الشيلجت في هذا الرابط واستمتع وراح تستفيد. في مشكلة إذا رقيت 4 الفير يوميا وقعدت 12 الظهر في التطور في الجسم، هو تطور بيتطور، ولكن هل بيتطور بكفاءة عالية؟ لا أعتقد ذلك. بالذات تذكر شغلة، احنا نومنا مو موضوع الوقت 7 ساعات 6 ساعات 8 ساعات فقط، ولكن اضافة الى ذلك جودة النوم. جودة النوم لا يمكن ان تحدث اذا في اضاءة في الغرفة، اذا انت نمت النوم وقت مختلف عن المتعود لجسمك. تذكر من احنا صغار جدا الى احنا ما كبرنا وننام في الليل، فجسمك متعود والساعة البيولوجية متعودة على وقت معين تشك وشبك غير ذي كله. هل تعتقد هذا الأمر طبيعي للجسم؟ أكيد لا. هل راح تستفيد؟ في فايدة، ولكن هل راح تستفيد نفس نوم الليل؟ بالتأكيد لا. وإذا حاب تأخذ تفاصيل أكثر وتفهم أكثر وتحل هذه المشكلة، شوف هذه الحلقة في اليوتيوب وأتكلم فيها هل عن هالموضوع، هل نوم النهار يعوض نوم الليل؟ ضروري تشوفها وراح تعرف التفاصيل لهذا الأمر. أكثر مكمل تشوفه مواخذ حق الفيتامين دال. فيتامين دال أهم 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 شيء، والله مستعد ما أخذ أي مكمل في حياتي بس الفيتامين دال يكون موجود لهذه الدرجة. أكثر مكمل مفيد للصحة، انسى أوميجا 3 مغنيسيوم زنك، انسى 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 كل شيء. فيتامين دال إذا غير موجود في لائحة مكملاتك قاعد ضيع، ما أقول قاعد ضيع وقتك، ولكن قاعد تنتقص الكثير من عدم وجوده. ففعليا فيتامين دال مهم. بتقول لي زين أمكن أخذ فيتامين دال عن طريق الشمس؟ أتحداك تطلع حين شهر 7 اطلع برا تسدح لي طلع صدرك او ظهرك ونسدح وقول يلا باخذ فيتامين دال. انا اقول بعد بتقدر، صعبه. فاغلب الناس راح يكون داخل في الظل، ما في احد راح يطلع في الشمس. يقول لك زين يدي ويهي غير كافي لحدوث او انتاج فيتامين دال، فلازم تاخذ فيتامين دال. افحص عن طريق الدم شوف النتيجه، بعد ذلك على حسب النتيجه تاخذ الجرعه المطلوبه وبعدين تاخذ جرعه محافظه، فهو اهم شيء. يقولون الشوفان مضر وكان اكل احصنه، ايش رايك؟ والله ما في حصان الا اللي يقول هالكلام، والله ما في حصان. عف الواحد يقول لك انت حصان شنو معناته؟ ويعني اللي اتمنى فاهمينها، ولكن ما في حصان الا اللي يقول هالكلام والله. اخي راس غريبه يا اخي. البيض المقلي بزيت صفر كالوريز مع الشوفان مع إضافة الفول السوداني صحي لفطور صباحي أو لازم يكون مسلوق؟ لا مو لازم يكون مفيوح أو مسلوق، عادي حتى اللي يكون مقلي، بس حط بالك ما في شيء اسمه زيت زيرو كالوري، كل الزيوت فيها سعرات حرارية. هو
فكرة زيرو كالوري ربع ثانية، رشة ربع ثانية من برش ربع ثانية ما يصير. فهم حاطينها النوع من يعني تلاعب بهذه الأرقام. في النهاية كل ما رشت أكثر كل ما زادت السعرات مالت الزيت، فحط بالك رشة خفيفة والمر طيبة في كل الأحوال صحي إن شاء الله ما في مشكلة. شلون واحد يضخم وهو مو قادر يأكل؟ هل في حبوب تفتح الشهية أو في حل؟ أي أمر يفتح الشهية عادة يا أنه راح يكون ضار عادة أو راح يكون من عالم الظلام، فأنا أنصح بذلك في كل الأحوال. شو بتسوي؟ الحل الوحيد انك تقصب نفسك او انك تخلي اكلك شراب، يعني اخلط الاشياء. ما قلت لك اخلط عيش ودياي يعني، بس انه مثلا تسوي لك مخلوط مثلا شوفان ويا شويه حليب، كورن فليكس، بودره بروتين، بينت بتر، اللي هو اخلطهم مع بعض واشربهم كسموثي كما يسمى. هذه اسرع واسهل طريقه لك. اخذ جينر إذا تشتري جينر، عندك ميزانية جيدة اخذ جينر، اشرب جينر، اشرب كربوهيدرات، هذا كله راح يدخل لك كمية طعام كسعرات حرارية بدون ما تاكل وتمضغ. فيجب أن تتلاعب حول ذلك، ولكن تاخذ شيء صحي ويزيلك شهية هذا الأمر غير موجود. من خبرتك شنو هما أفضل ثلاث أنواع جينر من ناحية جودة الشركة والمكونات؟ ممكن أقول لك في أكثر من نوع. خلينا نقول التوب، بقول لك عندك شركة كيفن ليفرون عندهم منتج اسمه الأنابوليك ماس، هاي وايد زين. عندك أيضا شركة ريفلكس عندهم الوان ستوب اكستريم، وايد زين. عندك أيضا شركة رول ون عندهم منتج اسمه كلين جينر، أعتقد بعد وايد زين. عندك أيضا شركة أوبتيوم نيتريشن عندهم اسمه واحد اسمه برو جينر، مو بالسيريس ماس، لا لا سيريس ماس سيء، برو جينر بعد وايد زين. شوف نزل العود زين بس مو كمية البروتين فيه أقل من ذلين، فلذلك ما حطيته في التوب 3. وليش أنا أخذ نزل العود اللي هو الماسكور؟ وايد خايف على الجهاز الهضمي. هذين الأربعة ما جربتهم، بس أنا أعرف هذين الأفضل كمكونات وكجرعات وغيره، فهذين الأفضل أشوفهم. الكارنتين مضيع للفلوس أم لا؟ من أي سياق؟ للسؤال إذا بتقول لي حرق الدهون بقولك ضعيف جدا، يعني أنت راح تدفع مبلغ كبير عشان ممكن يعطيك دفعة ولو شيء بسيط، لذلك أقدر أسميه مضيع الفلوس في سياق حرق الدهون، فالأفضل ما تدخله. الفرق بين البروتين آيزو والهايدرو طريقة الفلترة. البروتين اللي يسوونه يأخذون من الحليب، كل أنواع الواي بروتين، تسمع كلمة واي معناتها مصل الحليب، ففلترة المصل الحليب تختلف. هناك عندنا ثلاث أنواع من الفلترة المتعارفة في هذا المكمل. عندك الكونسنتريت المركز هو أقلهم، ثم يعطيك الايزوليت المعزول، ثم يعطيك الهايدروليز المحلل. فاثنانهم متقاربين، اثنانهم يعطون نفس الفائده. انا بالنسبه لي ثلاثتهم بيعطون نفس الفائده. الفرق ان الكونسنتريت فيه لاكتوز اكثر من الناس اللي عندهم بذات حساسيه من اللاكتوز، فيه دهون شوي اكثر، الايزوليت اقل، والهايدروليز اقلهم كلهم. فهذا الفرق فقط يعني.